مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بتقليم الصيانة والتجديد. هذه التقنيات اللي كتعتبر من أهم الممارسات الزراعية اللي كتأثر في جودة وإنتاج الحمضيات. والأهداف الرئيسية لتقليم الصيانة والتقويم والتجديد الأشجار الحوامض هي نزولوا الأغصان اليابسة والمصابة بالحشرات والأمراض، ونسهلوا الأعمال الحقلية، ونسمحوا بدخول أشعة الشمس والهواء، ونقصوا من نمو الأمراض الفطرية والحشرات الضارة، ونقوموا بإعادة الهيكلة للشجر اللي ما تكونش، ونتحكموا في العلو ديال الشجرة، ونسهلوا عمليات الجني. الوقت المناسب للتقليم: كيتم التقليم بشكل خاص في فصل الشتاء ملي كتكون الشجرة في مرحلة الراحة الشتوية، وكيتوقف قبل ما تبدا البراعم بالظهور. وفي المناطق المعروفة بخطر الموجات ديال السمرة كيتوخر حتى لبداية الربيع. وفي الصيف كيتم إزالة الأغصان الزائدة اللي كتظهر على جذع الشجرة، وبالخصوص المعروفة بسراق الماء. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة لتقليم الصيانة فهو مجموعة ديال التقنيات اللي كتجي من بعد تكوين الشجرة، وكتدار كل سنة إلى سنتين طول عمر الأشجار، وكتهدف لضمان توزيع الجيد الماء والعناصر المغذية داخل الشجرة، وكتساعد الشجرة باش تحافظ على التوازن ديالها، بحيث كتساعد الأغصان الضعيفة باش تكبر، وكتحبس تأثير الأغصان القوية اللي كتستهلك بكثر ماء والتغذية، زيادة على تنقية الشجرة من العود اللي كيتقاطع واليابس والمريض، والتهوية الجيدة ديالها من الداخل، والحفاظ على الهيكلة ديالها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وبالنسبة لتقليم التقويم فهو مجموعة دي العمليات اللي كتمكننا من إعادة الهيكل الأشجار اللي ما تكونتش أو تعرضت الإهمال أو اللي تعرضت الأضرار الصقيع أو الرياح. أما تقليم تجديد فكيتم على الأشجار المسنة بهدف تجديد جميع المكونات ديالها، بحيث كيتم قطع الأغصان الهيكلية ديال الشجرة على علو 0.8 إلى 1.2 متر من الأرض. وغالبية المهنيين والاختصاصيين كينصحوا بغرس جديد، خاصة الأشجار المسنة والمريضة. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لابد من العناية بعد التقليم، وذلك بعد دهن مكان الجروح الكبيرة على الشجرة بمادة الماستيك، إزالة مخلفات تقليم البستان، وحرق الفروع المريضة، تأخير عملية تقليم الأشجار المريضة إلى نهاية التقليم لتفادي انتقال المرض. وكل هذه العمليات كتطلب خبرة في ميدان التقليم، واستعمال اليد العاملة الكفأة، وأدوات وآليات مختصة في الزبارة ومادة التعقيم. وبهذا تكون حافظتي على الحالة الصحية لأشجارك، وتوصلتي الإنتاجية وجودة جيدة ونقص ظاهرة التناوب. والله ولي التوفيق. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد، من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.